السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك ويقر عينك ويحقق رجائك ويستجيب دعائك ويتم نعمته عليك وعلى كل من معك. أسأل الله أن يقر أعينكم أجمعين وأن يجعلكم في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الحبس المعقب الذي حبس على الرجل وعقبه أو ذريته يأخذ بناته حظهن منه، فإذا متن رجع ما كان لديهن إلى عقبه هو من جهة الذكور، فإن الراجح أن العقب لا يطلق على أولاد البنات. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فلذلك لا يرثه أولاد البنات وإنما يرجع إلى أولاد الأولاد وبناتهم، ثم بنات أولاد الأولاد أيضا نصيبهن يرجع إلى بني إخوتهن وهكذا. الله يحفظك ويرعاك.